وضع جسم مقدار وزنه 6 نيوتن على مستوى أفقي خشن، وأثرت عليه في نفس المستوى قوتين مقدارهما 2 و4 نيوتن تحصران بينهما زاوية قياسها 120، فظل ساكنا، يعني ما أصبحش على وشك الحركة، ما أصبحش على وشك الإيه؟ الحركة. اثبت ان قياس زاوية الاحتكاك لام بين الجسم والمستوى يجب الا تقل عن 30 درجة، واذا كانت لام تساوي 45 وبقي اتجاه القوتين ثابتا كما بقيت القوة 4 نيوتن دون تغيير، فعين مقدار القوة الاخرى لكي يكون الجسم على وشك ان يبدأ في الحركة. يبقى نمسك المسألة كده الاول، نقوم نقول له هنا كده الحل، ونقول له نرسم المسألة لأن المسألة لسه ما بقتش على وشك الحركة، فنيجي نقول له هنا القوتين هم ديت 2 وديت 4 والزاوية 120، وفي عندي هنا قوة احتكاك اسمها ح، وطبعا لأن دي اسمها ح مش هقدر أجيب المحصلة باسمها ح برضو، هسميها قاف، وبالتالي تعال نجيب محصلة القوتين دول، يبقى نقول له قاف تساوي الجذر التربيعي لاتنين تربيع زائد اربعة تربيع زائد اتنين في اتنين في اربعة في جتا 120 اللي هي سالب نص، الاتنين دي تروح مع الاتنين دي ويبقى قاف تساوي جذر اتنين تربيع باربعة واربعة تربيع بستاشر ناقص اتنين في اربعة بتمانية، 20 من 8 يبقوا جذر 12، جذر ال 12 4 جذر 3. يبقى نفهم من كده ان اذا ح هتساوي 4 جذر 3. طيب ما انا عندي قاعدة بتقول ان ح دايما اقل من ح س، يعني 4 جذر 3 اقل من م س في ر. طب ما الجذر وزنه 6، ادي الر اهي وادي الواو اللي اسمها 6، يعني الر تساوي 6، يبقى 4 جذر 3 اقل من، بدل ما اكتب لك ميم س هكتب ظ ل في 6. واحد يسالني يقول لي طب وانا مين يخطر في باله ان انا اشيل ميم س واحط ظ ل؟ نقول له اصلا المساله عايز يثبت ان زاويه الاحتكاك لام اقل من 30، يبقى لابد ان انا استبعد ميم س واشيل منها واكتب مكانها ظ ل، يبقى اقول له بالاسم على 6، يبقى 4 جذر 3 على 6 اقل من ظ ل، ولما هنقسم هيبقى ظ ل أكبر من جذر 3 على 3. طيب جذر 3 على 3 دي اللي هي ظا 30، وبالتالي هيبقى ظا 30، إذا اللام أكبر من 30 درجة. هو بيقول له اثبت أن قياس زاوية الاحتكاك لا تقل عن 30، فإذا اللام هي أكبر من 30، يبقى معنى كده إن إحنا قدرنا نوصل للمطلوب الأولاني. طيب نمسك المطلوب الثاني، وإذا كانت لام تساوي 45، لما لام تساوي 45 يبقى ظا لام هتساوي 1، يبقى إذا ميم س هتساوي 1. وبقي اتجاه القوتين ثابتتين كما بقيت القوة 4 نيوتن، نقرأ المسألة قدامك عشان تقراها، وبقي اتجاه القوتين ثابتتين كما بقيت القوة 4 نيوتن دون تغيير، فعين مقدار القوة الأخرى لكي يكون الجسم على وشك الحركة. يبقى أنا في الحالة دي هرسم رسمة جديدة اهو، ونقول له خلاص الجسم بقى على وشك الحركة، اقول له يبقى ميم سين في ره، وهنا رد الفعل، وهنا الوزن بيساوي 6، وهنا بقى الجسمين الاربعة زي ما هي، الزاوية 120 زي ما هي، بس القوة التانية اللي هي 2 اتغيرت فسميناها قاف. طيب ميم سين بكام؟ بواحد. الره بكام؟ بستة، يبقى الطرف ده 6. طب يبقى المحصلة هنا هتبقى كام؟ المحصلة هنا هتبقى 6. يبقى أنا أقدر أقول له محصلة القوتين قاف وأربعة بتساوي 6، يبقى أقول له 6 تربيع بتساوي قاف تربيع زائد 4 تربيع زائد 2 في قاف في 4 في جتا 120 اللي هي سالب نص، الاتنين راحت مع الاتنين، ويبقى قاف تربيع
ناقص 4 قاف، وودي الستة تربيع ديت اللي هي 36، اطرحها من 16 تطلع سالب 20 بتساوي صفر، وحلل المعادلة دي، فمن التحليل قاف هتطلع 6.8 وقاف التانية هتطلع سالبة فهرفضها مرفوضة، ويبقى قاف تساوي 6.8. يبقى المسألة مشيت على مرحلتين، مرحلة لم تكن لسه على وشك الحركة فاستخدمنا ح، وقدرنا نسبة ان ح تبقى اقل من 30 درجة، وبعدين بعد كده حطينا قاف والجسم على وشك الحركة، جبنا جبنا قاف طلعت 6.8. قول ألف ب سلم منتظم يرتكز بطرفه ألف على حائط رأسي أملس وبطرفه ب على أرض أفقية خشنة، ومعامل الاحتكاك السكوني بيساوي نص. فإذا كان السلم على وشك الانزلاق ورد الفعل عند ألف بيساوي 4، فأن رد الفعل العمودي عند ب بيساوي كام؟ لما تبقى مسألة زي دي وموجودة في الاختيارات، يبقى هو ما يقصدش ان هو يحل لك انك تحل المسألة كلها، لا، ده انت هتبص تلاقي نفسك من خطوة واحدة هتحل المسألة، لأنها عبارة عن اختيارات. تعالى كده نقول له مثلا انه السين بتساوي صفر. السين بتساوي صفر، ما هو الجسم لما يبقى متزن زي ما اتفقنا وزي ما قال الاستاذ ماهر، السين تساوي صفر، الصاد تساوي صفر، العزوم حوالين اي نقطه بتساوي صفر. فهاجي اقول له يبقى اذا ر 2 بتساوي، خلي بالك بقى ان في احتكاك هنا بيساوي نص ر 1. هنا ده السين وده السين، اليمين يساوي الشمال. طيب ما هو الراجل مديني رد فعل الالف مديهوني باربعه، يبقى انا اقول له يبقى 4 بتساوي نص ر 1، وبالضرب في 2 يبقى اذا ر 1 بتساوي 8 ثقل كيلو جرام. طب ما هو قايل فان رد الفعل عند ب بتساوي كام، فانا بقول له بتساوي 8. طب تعالى نشوف الاختيارات، الاختيارات ا ب 2 ب 4 ج ب 8 هي الحل. يبقى لما تجي لي مساله زي دي ما يقصدش بقى ان انا لازم اساوي السينات بصفر واساوي الصادات بصفر واخد العزوم، لا، دي مسألة اختيار، يبقى اكيد هحلها من اقرب طريق، واحنا فعلا حليناها من اقرب طريق.